هذا يسأل يقول أريد أن أعرف وقت الاعتكاف. الاعتكاف ليس له وقت، أي وقت تعتكف من ليل أو نهار كله يصلح للاعتكاف. إن اعتكفت ليل أو اعتكفت نهار أو اعتكفت الليل والنهار جميع أو اعتكفت الأيام والليالي المتواصلة كله طيب، كله طيب. والاعتكاف هو البقاء في المسجد لعبادة الله عز وجل، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. نعم.